الاحتفال التاريخي، وهذا هو يخت المحروسة الذي سيستقله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنتفرج من الصبح على الاحتفالات، سايبين حتة في فاتتنا ولا أول ولا في الآخر. فاتح التلفزيون من 9 بتفرج على الرئيس. أول ما فتحنا الصبح الساعة 7:30 من ساعة ما فتحت. قولي من بالليل أنت. من الساعة 7 من أول ما فتحنا من امبارح. من الساعة 9 الصبح. من امبارح وأول امبارح مستنين اليوم ده. بالتالي ده من أعظم الاحتفالات حصلت في العالم مش في مصر بس. طبعا شيء عظيم، طبعا شيء عظيم لمصر كلها، للأمة كلها، للعالم كله بأسره. أحلى حاجة شفتها في حياتي والله. إحنا شعب مصري محدش يقدر علينا. اكتر حاجه عجبتني الزي الرسمي بتاع الرئيس ووقفته على المحروسه او الحريه، وهو الرئيس طالع وهو لابس ميري. اعظم بدله في العالم. اجمل حاجه الرئيس هو نازل من العربيه. احنا مش مهتمين بالشغل زي ما احنا مهتمين كده بالاحتفال اللي مش هيتكرر زيه تاني.